مرحبا، معكم المدربة جوانا من معهد سبارتا. تمرين لليوم هو تمرين إجري. رح ناخذ الإجري اليمين لورا، مننزل ومنطلع. من هون بدي أفسر شوي صغيرة. الإجري القدمانية تكون لما تنزل تكون زاوية 90، الركبة ما تتحدى الأصابع الإجرين، تكون ظهورية. من هون كمان الظهر صحيح، الإجري الورانية ما تكون ملزقة دغرية، تكون شوي مساحة صغيرة لورا وننزل دغري. الإجري الشمال نفس الإشي ومننزل. من هون بدي أعلي شوي صغيرة النبض. رح أبلش نعمل دبل يمين دبل شمال. هون بصعب شوي التمرين، ممكن أضلني على هوين، أنزل إجر إجر. ممكن أصعب التمرين أعمله دبل نط، مرة يمين مرة شمال. مهم جدا إنه أشتغل دائما على اليمين على الشمال، نفس الجهتين يكونوا نفس العدد من إنه أعيدهم. من هون بقدر أعمل 5 مرات يمين 5 مرات شمال، لازم يكون العدد متوازي بإني أعيدهم 5 مرات يمين 5 مرات شمال. ببلش 1، نفس مهم، أخذ نفس دايما. 3 4، آخر مرة. من هون بدأ صعب التمرين شوي، بنزل سكوات الإجرتين حد بعيد، بطلع بعيد. 1 2، نفس. 3 4، آخر مرة شمال، بنزل سكوات. من هون بصير النبض يعلى عندي، وهيك بقوي عضلات الإجري. يعطيكم العافية، أمل استفدت.